هو يقول أحبك. نزار يقول أنا أقول لك أحبك ريف. يعني شنو؟ يعني أحبك، يعني مغرم بيك. ريف، أقول لك شيء، تقبلين تتزوجيني؟ أنا بالنسبة لي هاي من أحلى المشاهد بالمسلسل. الله الله. وقلت له. نعم. الله. كلمت هند وباركت لها. جميل المشهد وفي مشاعر جميلة. عظيم. طبعاً عظيم. هذا العمل بسيطة. جالس يعرض الآن على MBC العراق ويعرض أيضاً على شاهد، فتحية هسه هواية كبيرة وايد عظيمة للشعب العراقي وللجمهور العراقي اللي يتابعنا. أنا شلون باللكنة العراقية هسه يطلع جمهور؟ تحس شكلك عراقي. الله الله الله. يعني هسه أريد أحكي عراقي. أنا لما أحكي عراقي هسه هم زين. هم زين. زين الحمد لله. يبي له شوية تدريب إن شاء الله نطلع. كل شيء يطلع زين إن شاء الله.